السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back again. Now this is the time of the workshop. We have some scenario that help to focus idea and information discussed throughout the program. We have in the discussion board Dr. عبد الرحمن كمال, Dr. أحمد ماضي, Dr. هناء الجهني, and I hope Dr. نادين برهان can join us. Your participation and sharing through the chat is highly appreciated. اليوم ان شاء الله ولمدة ساعة هيكون معانا مجموعة من السيناريوهات اللي بتساعد ان احنا نركز على المعلومات اللي احنا تم مناقشتها خلال البرنامج. هيكون معانا الدكتور عبد الرحمن كمال, الدكتور احمد ماضي, الدكتورة هناء الجهني. تفاعلكم ومشاركتكم من خلال الشات تهمنا جدا. هنبدأ. Are you ready؟ جاهزين يا جماعة؟ دكتور عبد الرحمن معانا, دكتور احمد, السلام عليكم دكتور حنان. موجود دكتور هناء, ويلكم اول. طيب let us read the first scenario. The head of ICU in hospital M call the infection control department to inform about supply issue related to chlorhexidine used for skin preparation before insertion of central line. The infection control team recommended to use the bovidine iodine 10% as alternative antiseptic skin preparation. After 2 weeks, the head of ICU informed the infection control team about increase of CLABSI cases caused by Pseudomonas aeruginosa. I will let you 1 minute to understand the meaning of scenario and then we begin the question. دقيقة يا جماعة تقروا السيناريو تاني قبل ما نبدأ الأسئلة إن شاء الله. Are you ready? طيب first question. What's your opinion regarding the recommendation of infection control team? What is your opinion regarding the recommendation of infection control team? I think Dr. عبد الرحمن discussed in detail this point in his lecture. Can anyone answer in the chat? What's your opinion regarding the recommendation of infection control team? We need the details about the answer. عايزين تفاصيل يا شباب. يعني في ناس كاتبه ان هو correct, ان acceptable. ايوه في واحد اعتقد دكتور عبد الرحمن ان كل الحضور انفكشن كنترول, فيعني هيوافقوا على البلان بتاع الانفكشن كنترول. اه وفي بس زميل Can you reshare the case? Okay, this is the case again. Okay. انا حتى الان شفت اجابه واحده ممتازه كامله يعني. انا اعتقد بدات الاجابات تكون يعني فعاله دكتور عبد الرحمن. I think ايوه they start to be yes. في زميلة ريهام إجابة ممتازة جدا جدا, ريهام أحمد. في اتنين زملاء برضو كتبوا إجابة صحيحة. طيب your comment دكتور عبد الرحمن. شوف when look the case the infection control team number one must be discuss with the team responsible about the supply in your hospital. How to can supply the chlorhexidine in nearly time. This is the first one. And how to avoid this problem in the future. Then we can use the ubivudine iodine after good education for proper using of ubivudine iodine. في حوالي ثلاثة أو هقول بالعربي بالعربي. السؤال الأول عشان أنا أقيم الأكشن اللي عمله فريق مكافحة العدوى في الحالة ديت, الأكشن كان ناقص. رئيس الاي سي يو او مدير الاي سي يو تواصل مع الانفكشن كنترول تيم, ينفع استخدم البوفيدين ايودين عشان في نقص في الكلوروكسيدين؟ اوكي, هذا مش ده دور الانفكشن كنترول يقول اوكي او لا او يسكت. لازم الاول يدور على المشكله طبعا, وقبل ما يدور على المشكله لما يقول اوكي ينفع نستخدم البوفيدين ايودين, واحنا شرحنا ده بالتفصيل, ينفع نستخدمه كبديل وما ينفعش نوقف العمليه, ينفع نستخدمه كبديل ولكن بشروط معينه. هل كل الفريق الطبي يعلم هذه الشروط؟ انا اعتقد ان 90% ما يعلمش هذه الشروط خلاص. وبالتالي لازم الانفكشن كنترول دوره انه يحضر مع الفريق بتاع الاي سي يو ويتكلم معاهم عن البوفيدين ايودين. اولا يراجع
البوتلز هل هي صحيحة ولا لا، لا تنفذ للضوء وغير ملوثة. رقم اتنين تستخدم على الجلد لمدة 2 إلى 6 دقائق وبعدها تزال بالألكحول أو بالاسترايل دريسنج زي ما اتفقنا، وما يحضرش البوفيدين أيودين قبل الاستخدام بفترة على طول مباشرة من البوتل على الجلد، يتأكد من هذه النقاط ومن ثم يسمح بالاستخدام. واضح؟ سؤال واضح؟ دكتور عبد الرحمن، ممكن اي طب دكتور احمد اتفضل. دكتور احمد يعني وانا متفق تماما طبعا مع دكتور عبد الرحمن، ان يعني هو كان واضح جدا في الفيش بون لما كان عارضها المشكله بتاعت السبلاي، ان يو هاف تو هاندل، يعني لازم يعني مش معنى ان مفيش سبلاي للكلوريكسيدين انك انت يعني اكسبت الكلابس يزيد، لا، ف يو هاف تو هاف يعني انذر واي، وتدي انستراكشنز واضحه لهاو تو يوز البوفيدين. ولكن اعتقد ممكن تتفق معايا ان مش بيكونش الستاندرد اوف كير، يعني انا اوكي لو البوفيدين او دي موجود يو كان يوز ات، بس ما يكونش ده الستاندرد اوف كير، يعني يو هاف تو بروسيس انك انت تجيب الكولوريكس دي بشكل او باخر. متفق معايا كده يا عبد الرحمن، ولا يعني عشان ما يكونش ده يعني اكسبتد وخلاص ويكون يعني يستمر في استخدامه بشكل متواصل؟ طبعا اتفق معاك يا دكتور احمد جدا، عشان كده قلنا في الاول بنعلم الناس ازاي تستخدم البوفيدين ايودين وان هو اكسبتد عشان ما نوقفش العمليه، وبعدين نتواصل مع بتوع المينتنس او بتوع السبلاي عشان نتاكد من توفير هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن. انا قلت عشان في اسرع وقت ممكن يكون متوفر الكلوريكس دي. اوكي، شكرا دكتور احمد على الاضاءه. شكرا. طيب the second question related to the same case. Do you think there is a relation between use of povidine iodine 10% and the increased number of CLABSI cases and why? ما شاء الله كثير من الزملاء حفظوا كاتبين الرسالة دكتور عبد الرحمن. كثير من الزملاء ما شاء الله كاتبين إجابات صحيحة. طبعا الإجابة هتكون يس، نعم ممكن هناك ريليشن بس مش مطلقة. بس عشان نتفق طبعا إن السودوموناس تعمل انفكشن بلاد ستريم انفكشن أو سنترال لاين اسوشيت بلاد ستريم انفكشن، ده رير. يعني انتوا لو لاحظتوا حتى المحاضره الاولى اللي احنا اعطيناها اول امس لما جينا نتكلم عن الكومون مايكرو اورجانيزم اللي بيسبب بلاد ستريم انفكشن كانت السودوموناس شبه مش مذكوره. فكونها تظهر مره واحده مع استخدامك للبوفيدين ايودين يبقى غالبا في ريليشن، ولكن هذا لا يمنع انك لازم تدور على كل الاسباب الاخرى، لان السودوموناس بتنمو كذلك مع المياه الملوثه وبتزيد مع المياه الملوثه وبتزيد في الاماكن اللي ما بيحصلش فيها تنظيف وتطهير بشكل جيد. فعشان برضو ما يحصلش كونفيوجن، في ريليشن، اكيد في ريليشن، عشان كده احنا اخترنا كلمه ريليشن في السؤال، في علاقه مع وجود السودوموناس باستخدام البوفيدين ايودين، ولكن هذا لا يمنع ان ندور على جميع الاسباب اللي ممكن تكون لها علاقه بنمو السودوموناس في مثل هذه الحالات، لان من النادر ان تكون السودوموناس سبب في البلود ستريم انفكشن. هقول بس الكلام ده بالانجلش عشان يبقى كل الناس فهمت. طبعا الاجابات اغلبها صحيحه. Do you think there is a relation between the use of povidine iodine 10% and increase the rate of infection by pseudomonas and why? The answer is yes. The relation is present. Why? Because the misuse of povidine iodine can allow the growth of pseudomonas in the site of insertion. Clear, but please don't forget the search about other causes for growth of pseudomonas, because the pseudomonas can be grew with retained water or polluted water, like the humidifier water used in humidifier, water used in humidifier. And also the improper cleaned and disinfection of
the environment can cause a allow of growing of pseudomonas. So regarding this case, I have a relation between the growth of pseudomonas and infection, but we must share about the other cause, especially if I have outbreak more than one case. Yeah, clear. السؤال ده واضح يا شباب؟ خلاص. اي اضافات دكتور احمد دكتور هناء في النقطه دي؟ كلير دكتور عبد الرحمن ما شاء الله، يعني انا اعتقد يعني مستوفاه يعني. سو ثيرد كويشن شكرا لك دكتور هناء. Third question related to the same case. What are the infection control recommendation to avoid this problem in the future? نتفرج على إجاباتك يا شباب. Share the answer please. All participants please share the answer. What are the infection control recommendation to avoid this problem in the future? طبعا معظم الإجابات، أغلب الإجابات بتتكلم عن توفير الكلوركسيدين، وكان حتى الدكتور أحمد برضو لسه كان معانا في السؤال الأول وأكد على الموضوع ده. أيوة، توفير الكلوركسيدين في أسرع وقت، ولازم نتعامل مع المسؤولين عن الميديكال سبلاي، ونطمئن إن هيكون في بوفيدين أيضين في سوري كلوركسيدين في أقرب وقت، ويكون متوفر على طول المدة. ولكن ما تنسوش النقطة التانية، الاستخدام الأمثل للبوفيدين ايودين في مثل هذه الحالات. يبقى انا عشان اقول وات ار ذا انفكشن كنترول ريكومنديشن، هقول رقم واحد التاكد او التعامل مع المسؤولين عن الامداد والتموين بان يكون الكلوركسيدين موجود في اقرب وقت ولا ينقطع، ويكون هناك آلية لعدم انقطاعه. النقطة الثانية، وفي مثل هذه الحالات يتم التدريب على الاستخدام الامثل للبوفيدين ايودين عشان ما يسببش مشكلة مع السنترال لاين. يبقى the answer of this question is two part. Number one, we must clarify how to proper use of bovidine iodine in evidence of lack of chlorhexidine. Number two, connected with responsible about the medical supply to allow the presence of chlorhexidine as quickly as possible and making a plan for continuous supply of chlorhexidine. Okay, don't forget, if the chlorhexidine not available, must be trained the staff how to proper use of bovidine iodine. And also don't forget to train the OR staff how to proper use of bovidine iodine. لان في العمليات يا شباب غالبا الكلوركسيدين مش هو اللي بيستخدم في السكين بريباريشن، غالبا في اغلب الاماكن. فبرضه دي نقطة نستفيد منها، إن الزملاء في العمليات سواء الأطباء أو التمريض أو المساعدين لازم يعرفهم إزاي يستخدمهم البوفيدين أيودين بشكل صحيح، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل. كلير؟ الجواب واضح للناس كلها يا شباب؟ Last question related to the case one. Mention four causes that may attribute to increase in collapse rate in ICU in general, not related to this scenario. Please share in the chat, please. فكرونا كده، فاكرين البندلز ولا لا؟ ممتاز ممتاز.
طبعا السؤال ده تجيب البندل اوف انسيرشن والبندل اوف مينتيننس وتعكسه. يعني انا عندي في البندل اوف انسيرشن البروبر هاند هايجين والكلورهكسيدين سكين بريباريشن والانسيرشن سايت والديالي اسيسمنت. لو انت عكست دول، دول اسباب لانكريز الريت اوف كلابس. يعني ان بروبر هاند هايجين او مس اوف هاند هايجين، انك تنسى الهاند هايجين خلاص. انسيرشن سايت انفيمورال يوجوالي، ده برضه ممكن يزود الريسك اوف انفكشن خلاص. نوت يوزنج اوف كلوركسيدين ان سكين بريباريشن او امبروبر يوز اوف كلوركسيدين سكين بريباريشن، برضه ده يزود الريت اوف انفكشن. كذلك المينتيننس، المينتيننس الاربع نقاط بتاعتهم الدريسنج والبروبر تايم اوف تشينج اوف دريسنج والهاند هايجين والكلوركسيدين، كل دي نقاط لو عكستها على طول يزيد عندي الريت بتاع الكلابس. When you will opposite the insertion site bundle and bundle of maintenance, this is the cause of increasing CLABSI rate. For example, as you mentioned, improper or not proper hand hygiene, poor hand hygiene, use of femoral insertion usually without medical indication, all this point maybe increase the rate of collapse. Clear? واضح السؤال يا شباب؟ دكتور هناء، دكتور أحمد، أي إضافات في الـ case 1 in general؟ السلام عليكم، معكم دكتورة نادين. أهلا بك دكتورة نادين. أعتذر على الصوت. الله يعطيكم العافية. بس كنت حابة أضيف نقطة أخيرة من regarding السؤال الأخير من infection control point of view. زي ما تفضل الدكتور، يمكن تطبيق عنصر البندلز جدا هامة، لكن في نقطة كمان أحب أكد عليها، وهي shown to be or evident to be category 1A in the recommendation or the guidelines. Role of training and education for whole staff regarding insertion and maintenance, it's a very crucial or has a crucial role to decrease the CLABSI. فقط هذه النقطة اللي كنت أحب أضيفها. يعطيكم العافية. ممتاز، شكرا. شكرا لك دكتورة نادي. Three patients admitted to male medical ward in hospital A on 1st January 2022 and need temporary access to make dialysis session. The nephrology team inserted the femoral line. One of these patients got fever 38 degree after 5 days of insertion. Blood sample were taken for culture and result came positive for Klebsiella pneumonia. The infection control practitioner checked the maintenance bundle and detect the type of dressing is goose dressing that is not changed since the day of insertion. 1 minute, please read the scenario again. Everyone read the scenario before we go to the question. Okay, are you ready? Let us go to the first question. Right. Is this a CLABSI from the scenario? Is this a CLABSI? Let us return to the scenario. Is this considered a CLABSI or not? Please share in the chat. Dr. Hanan, can we add to the questions and explain your answer? If it is yes, why? And if it is no, why? صحيح. انا عايز and explain please why the answer is yes. This case is CLABSI. Okay, yes. Why? I need explain please. Okay.
شكرا دكتور. ايوه في اجابه ممتازه اهي، كاتب confirmed blood stream infection، هي دي افضل اجابه، the best answer yes because this case is typical to the case definition of lab confirmed blood stream infection too. خلاص، and the insertion of central and the infection start after 2 day of insertion more than 2 day of insertion of central line. يبقى في سببين، خلونا اقول ان الحاله دي كلابسي. طب السببين دول انا هجيبهم منين؟ من الكيس ديفينيشن، من التعريف بتاع حالات الكلابسي، وده خدناه في السيرفيلنس. ويمكن الهدف من وضع السؤال هنا ونشكر الدكتوره هناء على اضافتها هو ان انا افكرك بالتعريف بتاع الكلابسي. انا عارف انها حاله كلابسي 100%، بس انا عايزك تفتكر التعريف. طب التعريف بيقول ايه؟ لازم يكون لاب كونفيرمد ويكون افتر الانسيرشن بتو كاليندر داي. طب في الحاله دي ظهرت الاعراض، يعني الديت اوف ايفنت اللي هو الفيفر كان بعد 5 ايام، يبقى طبق الشرط الاول. طب الشرط الثاني، ان انا لما خدت بلاد كاش اولا كان في فيفر يبقى في سيمتوم، اثنين لما خدت بلاد سامبل الريزلت كليبسيلا نوني، يبقى كده لاب كونفيرمد طيب 2 اللي هو التعريف الثاني لللاب كونفيرم، يبقى بالتالي دي حاله كلابس. واضح؟ يبقى why this case is collapse number 1 because the date of event هو date of fever after insertion for more than 2 calendar day in 5th day. The second cause of collapse if the blood sample when taken the result came positive with klebsiella pneumoniae. This is the same for definition of lab confirmed bloodstream infection 2, symptomatic and blood culture positive for non flora microorganism. Clear? The answer is clear يا شباب. الجواب السؤال الاولاني واضح، ليه blood stream infection وليه lab confirmed؟ واضح السؤال؟ طيب second question دكتور هنا. طيب from the scenario what's your concern regarding central line insertion bundle? From the scenario what's your concern regarding central line insertion bundle in this case ماذا عن تطبيق البندل of insertion؟ The answer, most of answer is good. The answer of second question is the insertion site. Insertion site is a femoral, but the best for hemodialysis patient is the internal jugular and subclavian if I don't have medical problem to prevent it. في اجابه السؤال الثاني، وهنا برضو عايز افكركم ان انا شرحتها بالتفصيل في البندلز، النقطه الخاصه بالانسيرشن بندل، لان في بعض الزملاء كاتبين الدريسنج مش انسيرشن بندل. الدريسنج له علاقه بالمينتيننس بندل، لكن الانسيرشن بندل لها علاقه هنا في الكيس دي بحاله الانسيرشن سايت. الانسيرشن سايت هنا اختار الفيمورال وموضحش ان في سبب طبي خلاه يختار الفيمورال، لازم يكون في سبب طبي. طيب انا حابب اكد تاني ان الافضل في تركيب السنترال لاين كمنع للعدوى هو الساب كليفيان، يليه الانترنال جاجولار، يليه الفيمورال. ولكن في الهيموداياليسيس الساب كليفيان عاده بيبقى صعب جدا لان بيحصل فيه ستينوزز عشان ضخ الدم بكميات كبيره واسباب اخرى، فبيبقى الافضل هو الانترنال جاجولار. فاختار الفيمورال امتى؟
بختار الفيمورال اذا كان عندي مشكله طبيه تمنع الانسيرشن في الانترنال جاجولا. واضح؟ واضح النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا يعني. طيب في بس احمد، معلش دكتور نادين، دكتور هناء، اي اضافات على ال first question second question؟ حد عنده اضافات؟ معلش كان اي elaborate more في بالنسبه للسنترال لاين يعني؟ تفضلي دكتور هناء، تفضل. طيب بالنسبه للسنترال لاين we will go step by step especially for those they are not used to do surveillance many times. طيب احنا اول شيء حنمسك السنترال لاين، حنسال نفسنا سؤال، هل السنترال لاين this is eligible central line we can depend on it؟ احنا قلنا في اشياء shouldn't be considered as a central line، ومن ضمنها البيس ميكر اللي من غير اليومن. الفيمورال insertions بيعتبر considered central line، agree؟ هذه اول خطوه يعني البيزك. السنترال لاين اللي انا بتعامل معاه should be considered as central line in this case scenario، هعتمد عليه yes good. طيب الخطوة اللي بعدها هسأل نفسي سؤال، هل central line هذا inserted for more than two calendar day in this case؟ بترتيب السيناريو احنا تقريبا ال central line inserted في day one وال positive blood cultures كانت في day five، تمام؟ طيب بعد كده حسأل نفسي البوزيتيف بلد كلتشرز اللي ظهرت عندي، هل الأورجانيزمز هذا ريكوجنايزد أورجانيزمز ولا كومن كومنزل؟ لأنه حيفرق في الديجنوزز. لو ريكوجنايزد هحتاج بس 1 بلد كلتشرز بوزيتيف، لو كومن كومنزل قلنا نحتاج 2 أور مور. الكليبسيلا نيمونيا تعتبر ريكوجنايزد ولا كومن كومنزل؟ ريكوجنايزد، ممتاز. معناته هحتاج only one positive blood cultures. في عندي نقطة جدا مهمة to differentiate between the primary and secondary. في عندي أي other site of infections to rule out the secondary؟ كان واضح عندي في السيناريو؟ لا، فهعتبرها primary. في السيناريو كان مكتوب إنه fever 38. بالنسبة لل LCP2 اللي فيه signs and symptoms، لو فاكرين أمس قلنا yesterday we mentioned if the patients complain of any signs or symptoms of fever it should be more than 38. يعني لو الpatient in this case he developed fever، وعادة بتعتبر الفيفر في ال admitted patients أو the definition of fever more than 37.5، هذا بالنسبة للميديكال والنيرسز، هذا الديفينيشن اوف فيفر. لكن زي ما اليوم دكتوره طبيش قالت ان في فرق بين السيرفيلنس دايجنوزز وبين الكلينيك دايجنوزز، في السيرفيلنس انا احتاج انه الفيفر تكون عندي مور ذان 38، مور ذان يعني لو 38 انا اي ويل نوت كونسيدر ات از ان اليمنت. فهنا هعتمد فقط على البوزيتيف بلد كلتشرز وريكوجنايزد اورجانيزمز، وزي ما قلنا السنترال لاين موجود عندي مور ذان 2 كاليندر داي وستيل بريزنت في الديت اوف ايفنت اللي هو اليوم الخامس من الادمشن. واضحه؟ فعشان كده انا هشخصها سنترال لاين اسوشيتد بلاد ستريم انفكشنز و ال سي بي 1 بيكوز ات از ريكوجنايزد اورجانيزمز، تمام؟ معلش انا اي نو انه المحاضره حقت امس كان فل فات ميل، لكن مع الفريكوينت ريدنج والابليكيشن والكيس سيناريو ان شاء الله باذن الله حتثبت. يعطيكم العافيه. شكرا دكتوره هناء، توضيح ممتاز الله يعين. شكرا دكتوره هناء. يعطيك العافيه دكتوره هناء، بس كنت حابه اضيف نقطه. فعلا يمكن المايكرو اورجانيزم كثيره، ويمكن يعني يصعب على البعض التفرقه بين انها اذا كانت كومن كومنسل او ذس از ريكوجنايزد باثوجين. يعني في ملف متوفر حتى هو published على الـ NHSN CDC guidelines، وحتلاقوه داخل الـ guidelines بلينك أو hyperlink NHSN organism list، يوضح كل الميكروأورجانيزم سواء كانت recognized أو common commensal، ممكن يساعدنا كثير في differentiation between أو identification of cases. شكرا لك دكتورة نادين.
طيب اتفضل دكتور احمد. الله يخليك طبعا، شكرا جزيلا صراحه. يعني انا فعلا يعني بستفيد منكم كتير في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكلابسي والديفينيشنز والريكوجنايزيشنز. يعني فعلا انا فعلا من يعني استفدت كتير، ومن ضمن الحاجات اللي انا يعني في الكورس بصراحه شايف انها مهمه جدا، يعني ان احنا دايما بنقول ان في جاب ما بين الكلينيشنز والانفكشن كنترولز. يعني فعلا دي حاجه، وده من ضمن الحاجات اللي مفيده في الكورس، ان احنا بنجمع كل التيم الكونسيرن التيم للكلابسي وتبقى انفكشن كنترول او اي سي يو او نيرسز او فيزيشنز، يعني عشان الهدف في الاخر واحد. انا بس عايزه يعني اخدكم كده للكلينيكال سيناريوز واخد رايكم طبعا كاساتذه في الانفكشن كنترول. احنا يعني براكتيكالي معظم الاتش دي كاثرز بتتركب فعلا في الفيمورال لاينز. هل بمعنى لو الثري كيسز اللي اتعرضوا في الحاله ديت ما كانش طلع فيهم اورجانيزم او ما طلعش فيهم يعني ساينز او سيمبتومز، هل بي اكسبتد؟ يعني واقعيا الفيمورال اكسس في الغالب بيكون اسهل للنيفرولوجيست وبيركبه اسهل، والاتش دي كاثر حتى في الوورد بتتركب بيعمل منها دياليسس بشكل او باخر، يعني لغايه لما بيعمل ليتر اون سواء كان بيرمي كاث او فيستولا. ف يعني ريكومنديشنز في سبيشال بريكوشنز للاتش دي كاثر بالذات في الفيمورال لاينز، وطبعا اكيد السايت مهم، واحنا متفقين ان السايت من ضمن البندل الاساسي في الانسيرشن، بس انا احب اعرف رايكم يعني ككلينيكال بارت، يعني الدكتور عبد الرحمن او الدكتوره حنان او الدكتوره امير او الدكتوره حنان could be accepted with special precautions ولا يعني from no way انها تركب في مرض كثر. شكرا دكتور احمد. طبعا السؤال ده شكرا جدا، انا حاولت اوضحه كتير لان انا تكلمت مع بعض الزملاء في النيفرولوجي الاستشاريين، هم بيفضلوا تسهيلا، اغلبهم بيفضلوا تسهيلا تركيب الفيمورال خصوصا لو الحاله ارجنت، لانه اسهل في التركيب من الانترنال جاجر. لكن انا سؤالي كان لهم بشكل واضح، هل هو ميديكالي يفضل عن الانترنال جاجر؟ فكانت الإجابة منهم نصاً، وده على لسانهم هم الزملاء في النيفرولوجيا اللي أنا تناقشت معهم، واحد منهم أظنه في اللجنة العامة في الوزارة، واحد من الزملاء اسمه الدكتور أحمد السلوم، فقال لي نصاً أن الانترنال جيجولر أفضل من الفيمورال في الحالات التيمبوراري بتاعت الغسيل، إلا إذا كان هناك عائق ميديكالي زي الناس اللي هم الهاي أوبيس اللي بيبقى عندهم مشكلة في إيجاد الفين عشان نركب السنترال لاين، دول بيبقى ممكن نلجأ إلى الفيمورال بسبب إن صعوبة تركيب السنترال لاين في الانترنال جاجر. ده نص الإجابة اللي وصلتني منه، وعلى هذا الأساس. لكن السبكليفيان أغلبهم لا يحبزوا عشان بيحصل استينوزس أغلبهم. ده بالضبط نص ما وصل على لسان، وفي السي دي سي ذكرت الجزء الخاص بالسبكليفيان ان في الهيموداياليسيس لا يفضل السبكليفيان عشان الاستينوزس ويفضل الانترنال جاجولر، ونلجا للفيمورال في الحالات اللي يبقى فيها ميديكال بروبلم. يعني نفس اجابه الزملاء في الزملاء بتوع النيفرولوجيا، دي الاجابه نص. متفق معك استاذ عبد الرحمن فعلا في السايتس متفقين على السبكليفيان، لكن خلينا برضو احنا عايزين نوصل يعني للواقع اللي بيحصل في المستشفيات، وعايزين برضو يكون في دور. احنا هنزود الاويرنس على السايتس اوف انسيرشن هاز تو بي انترنال جاجولر، ولكن من البراكتيكال بوينت اوف فيو انا بشوف فعليا ان اليوزنج كومونلي الفيمورال لاين في الاتش دي كاثر باي نيفرولوجيست، وحتى الاي ار كونسلتنتس برضه او الاي ار فيزيشن ساعات بيفضلوا. فانا عايز يعني مع الاويرنس الجاب عشان يغير السايت على اتش دي كثر ممكن تزيد او تزيد شويه الوقت على ما ياخد الاويرنس ويبتدي يفكروا في الانترنال جاجولر كفيرست اوبشنز. هو طبعا بيفضلوه عشان الكومبليكيشنز اقل، يعني لما بيعرض العيان للفيمورال الانترنال جاجولر اكسس بيكون ديفيكلت شويه لحد ما معاه، فالفيمورال اكسس بيكون عنده اسهل كنيفرولوجيست. يعني ف يعني ايه دور الانفكشن كنترول؟
يعني الاورنس اوكي، لكن انا شايف متوقع انها تاخد وقت كبير شويه على ما نغير الكونسبت بتاع ان هو يبتدي بالانترنال جاجولار. فانا اعتقد لازم يعني نزود الاورنس او نديها بريكوشنز واسبتيك بريكوشن، ستيك وذ الايتمز بتاعت البندلز الثانيه كلها بحيث يطلع الى حد ما كومبليت اسبتيك تكنيك وادهرنس مع البندل لغايه لما نغير الكونسبت بتاعه ان هو يغير السايت بتاعه للانترنال جاجولار اون، او كونسلت انذر اكسبرت ان هو يركب الانترنال جاجولار. لان هو فعلا عندنا في المستشفى سبيسيفيكالي بيعانوا فعلا مع النيفرولوجيست في القصه بتاعه ان هو يغير السايت. هو كلام حضرتك صحيح، بس هو ما فيش اذا هم يعني مضطروا ان هم يركبوا فيمورال يعني، او على ما ياخدوا وقت على ما يقدروا يغيروا الكونسبت، ما فيش اضافات على الـ على الانسيرشن باندل يعني. ما اقولش في الفيمورال هزود حاجه، لا هو ستريكت ادهيرنس تو اسيبتيك تكنيك وفولو ذا بوينت ماكسيمم بارير بريكوشن بروبر هاند هايجين والديالي اسيسمنت. ولو ما فيش حاجه اضافيه ممكن تضاف للفيمورال لاين على حد معلوماتي يعني، انا لو هركب فيمورال ايه اللي ممكن اضيفه كانفكشن كنترول غير ان ابقى مور ستريكت على البندل؟ والمفروض ده الطبيعي ان اكون اصلا ستريكت على البندل. لكن فعلا النقطه اللي انت اشرت اليها اللي هو زياده الاديوكيشن وتغيير المايند في هذه النقطه فعلا محتاج شغل، ويمكن ده سبب ان احنا جميعا كفريق اخترنا الكيس ديت عشان ننوه على النقطه دي بشكل كبير يعني. شكرا دكتوره. طب انا في نقطه حاب اضيفها، يمكن في الجايد لاينز الاخير اللي انطلق مع الاستراتيجيه الخاص بالانسرشن اوف سنترال لاين اند مينتيننس وتم مراجعته من قائد العنايات المركزه في المملكه، كان في برضه تفصيل على هذه النقطه وخاصه الافويد اوف فيمورال لاين. يمكن الستيتمنت اللي تم اضافتها في الجايد لاينز هي افويد يوزنج اوف فيمورال فين for central venous access in adult patient unless other sites are contraindicated or inaccessible، وطبعا في حالات الامرجنسي يعني ما كان في اي استثناءات سواء كان patient على dialysis or without dialysis، لانه باعتبار ان الفيمورال هو مرتبط بريت اكثر في العدوى. زي ما تفضلتوا انه avoid subclavian in hemodialysis patient with advanced kidney disease to avoid subclavian vein stenosis، لكن كون انه بعض الاطباء او اغلبهم او خاصه النفرولوجيست او في بعض المستشفيات الطرفيه او في المستشفيات النائيه او حتى في المستشفيات اللي يكون فيها برامج تدريبيه tend to insert more femoral lines، لانه بعض الاحيان يكونوا not all physicians are eligible او احيانا يكونوا في resident physician not competent احيانا على ليفل معين to insert. عشان كده كانت احد الحلول في الاستراتيجيه هو استحداث بعض النماذج لمتابعه التطبيق التوصيات بحيث ان احنا نحصر كل eligible physicians to insert central line in all site وطبعا according to the patient situation ولا status. We try to train more physician ولازم يكون عندي follow up of competency of those physicians either by أو eligibility either by certification أو training أو حتى experience. لكن يمكن يزود أكثر الأويرنس والتساهل نوعا ما في حالات إنه كان اللي مغطي الاي سي يو، خاصة أنا بتكلم على الاي سي يو، ممكن يكون specialist مثلا فرصة أكثر للresident to insert central line without direct supervision to insert it like in a subclavian or internal jugular to avoid complication، وعلى طول بيدخلوا femoral. فهذه النقطة يمكن اللي تحتاج more training more awareness. شكرا يعطيكم العافية. شكرا دكتور نادين. شكرا دكتور نادين. معلش حابه بس اضيف اذا تفضلي دكتوره هناء. تفضلي يا انا عشان في الانسر شفت 48 hours احنا الان ما بنعتمد على الديفينيشنز، هذا كان تقريبا في 2017 دخلوا على الدريسنج دكتوره هناء. ايوه بالنسبه للكرايتيريا في الانسرز شفت مور ذان 48 hours السنترال لاين شود بي ان بليس مور ذان 48 hours، هذه الديفينيشنز في 2017.
الآن يمكن تقريبا من 2019 إلى الآن بنعتمد على الكاليندر داي، ما بنحسب بالأورز. هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم في المحاضرة أمس قلنا إنه نحتاج to prepare قبل ما أبدأ أعمل surveillance، أحتاج بس الـ MOH guideline والـ surveillance definition تكون موجودة عندي. No way إني أنا أحفظ كل الكريتيريا حقت كل الانفكشنز، بس أحتاج إنها تكون موجودة reference، لأنه في كومنت كانت واحدة من الأخوات كاتبة إنه صعب إني أنا أحفظها. ما يحتاج إنه إحنا نحفظها، نحتاج إن هي تكون موجودة عندنا لما نجي نعمل الديجنوز تبع surveillance تكون موجودة عندي. ويعطيكم العافية. وبالنسبة لمحاضرتي، وأغلب المحاضرات أتوقع ترسلت للدكتورة حنان، بدورها يعطيها العافية، هي حترسلها إن شاء الله لكل البارتسيبنت. يعطيكم العافية. دكتورة هناء، ممكن توضح لهم الكاليندر دي، حساب الكاليندر دي بالعربي؟ لأن في ناس سألوا امبارح بعد ما خلصنا توضيح طيب. الكاليندر دي إزاي تحسب بس بالعربي؟ ممتاز. بالنسبة للكاليندر دي بينحسب اليوم، يعني مثلا البيشنت لو أدمتد اليوم نقول مثلا 29 جون، فحنحسب هو هذا اليوم الفيرست كاليندر داي اوف ادميشن. بكره يعتبر السكند داي اوف ادميشن. لو البيشنت ادميتد الساعه 11:59، يعني فاضل دقيقه فقط ويبدا اليوم الثاني، بتنحسب يحسب انه اليوم اللي هو 29/6 هو هذا الفيرست كاليندر داي، عكس الديفينيشن القديم. ارجع تاني واقول الكاليندر داي بيعتبر في يوم الادميشن. البيشنت ادميتد في الفيرست اوف جانوري بيعتبر هذا الفيرست داي اوف ادميشن. السكند داي اوف جانوري بيعتبر السكند داي اوف ادميشن. وزي ما قلت لو البيشنت هذا ادميتد في اخر دقيقه من اليوم وتسجل في البيشنت فايل ان هو ادميتد في اخر دقيقه من يوم 5، يعتبر يوم 5 هو الفيرست داي اوف ادميشن، واليوم اللي بعده يعتبر السكند داي اوف ادميشن. واضحه؟ فرجاء ما نبي نستخدم ال 48 اورز اجين، احنا الان بنعتمد على الكالندر داي. تمام، شكرا. ممتاز. ما في سبب واضح لهذا الديفينيشن، جاست تو يونيفاي انه كلنا نمشي على السيم كرايتيريا. اللي بيشخص كلابسي في يو اس حيشخصها كلابسي في السعودية، في جدة، في الرياض، كلنا نمشي على نفس الديفينيشن. هذا كان الايم تبعه. أتمنى أن يكون وضحتها دكتورة حنان. وضحها دكتور هاني، وضحت. The third question related to the same case. What's your concern regarding maintenance of central line in this scenario? Please write your answer in the chat, please. في احد الاجابات اظن الاخت ايمان جاوبت اجابه صحيحه. الاجابه هنا بتتكلم عن الدريسنج، اول حاجه التايب والتايم اوف تشينج، التايب اوف دريسنج والتايم اوف تشينج. طبعا هنا في الكيس اختاروا الجوز دريسنج ولم يذكروا سبب لذلك، يعني ما قالوش ان في اوزنج مثلا في السايت اوف انسرشن، فعشان كده هم مستخدمين الجوز دريسنج. هو الافضل طبعا ان احنا نستخدم الترانسبرنت دريسنج الا في الحالات اللي زي ما قلنا نبقى فيها اوزنج او في نحتاج فيها الى الجوز دريسنج. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه خاصه برضو بالدريسنج، وهو اللي تشينج. المفروض اللي تشينج الجوز دريسنج يكون افري 48 اور، افري 48 اور، كل 48 او كل يومين، يعني كل 48 ساعه يتم التغيير. هنا في الحاله ديت ما تمش التغيير على مدار 5 ايام. وفي بعض الزملاء كتبوا برضو الريفيو انديكيشن ديلي. طبعا في الحاله ديت طبعا حاله بيغسل تمبوراري، فما زال محتاج السنترال لاين، ولكن برضو هذه اضافه تعتبر ممتازه جدا، ان لازم اتذكر ان يوميا لازم اشوف هل انا ما زلت محتاج هذه السنترال لاين ولا كان ممكن، لان بعض المرضى بيبقى اكيوت رينال فيبقى محتاج غسله واحده او غسلتين وبعدها ما يكونش محتاج سنترال لاين، تتحسن الحاله وما يحتاجش السنترال لاين وبالتالي لازم نشيله. فاذا انا عندي نقطتين، نقطه خاصه بالدريسنج ونقطه خاصه بالريفيو اوف انديكيشن. النقطه الخاصه بالدريسنج فيها 2 بوينت، نوع الدريسنج والتايم اوف تشينج. واضحه الاجابه؟ كلير؟ ذا انسر از كلير.
أي إضافات دكتور عبد الرحمن، دكتور أحمد، دكتورة نادين، دكتورة هناء؟ وبس انا احب يعني اضيف ان موضوع النيسيسيتي للسنترال لاين طبعا في كل الباندلز واضحه وكلير، بس يعني وي ار دوينج اون بيت سايد تشيك ليست اون ديلي بيسز، يعني في الراوند يوميا للشارج نيرس مكتوب في التشيك ليست نيسيسيتي فور سنترال لاين تو ريمايند اول ذا تريتنج تيمز. فاي هوب يعني افري تشارج ان افري وير تو هاف ذا تشيك ليست فور ذا نيسيسيتي اون ديلي بيسز فور ايتش لاينز. عندنا في الشات في استفسار بيقول تغيير الضمادات كل 7 ايام اذا كان ما في ديسشارج. هذا في الترانسبرنت، في الضمادات اللي هي الشفافه، الضمادات الشفافه تغير كل 7 ايام اذا ما في افرازات او وسخ او ما فكت، يعني ما حصل فيها اللوزنج او فكت من المكان بتاعها. لكن الضمادات اللي هي الغامقه اللي هي بنسميها الجوز ديت، اللي هي بتبقى عامله زي الشاشه الغامق ديت، بتغير كل 48 ساعه. طيب دكتور عبد الرحمن، الترانسبرنت دريسنج دي الافضل، ولكن هل في سيرتن سيتويشن لازم استخدم الجوز دريسنج؟ اذا كان في احتماليه اوزنج اوف ذا بلاد، اذا كان في احتماليه اوزنج اوف ذا بلاد في الانسيرشن خصوصا في بدايه التركيب، وفي الحالة دي يتم تغييرها كل 48 ساعة. بالضبط. طب دكتور عبد الرحمن، في مواصفات معينة للجوز؟ يعني هو المريض الكواجيولوباثي أو الثرومبوسيتوبينيا، أو في مواصفات معينة، ولا النورمال جوز اللي هي السترايل جوز وخلاص، ولا في حاجة سبيسيفيك؟ في بعض الجوز بيبقى فيها لوكال انتيبيوتيك، بس احنا ما بنحبسهاش قوي لاسباب الريزيستنس، ان ممكن يحصل نمو الميكروبات تكون ريزيستنس للميكرو للانتيبيوتيك. لكن السي دي سي قالت ان في جوز بتبقى امبركنيتد باي كلوريكسيدين، دي هايلي ريكومندد، يعني اذا كانت متاحه عندك في المستشفى او متاحة كسبلاي بتبقى highly recommended. دي إضافة ضافتها الـ CDC سنة 2017، وأعتقد الـ guideline السعودي برضو كاتبها أعتقد، يعني على ما أذكر، اللي هي بيبقى فيها كلوريكسيدين. برضو دي قاعدة عايز أقولها للناس بصفة عامة، يعني استخدام اللوكال أنتيبيوتيك أضعف بكثير من استخدام الأنتيسيبتكس. يعني أنت لما تستخدم في تطهير الجلد مادة كيميائية قاتلة للميكروبات زي المواد المعروفة، الكحول، الكلوريكسيدين، البوفيدين أيودين، وأنا قلت لكم قبل كده إن أفضلهم هو الكلوريكسيدين وذ الكحول، ده أفضلهم على الإطلاق. فده أفضل تأثيرا في قتل الميكروبات والديكولونيزيشن اللي بيتكلم عنها الزميل من استخدام المضاد الحيوي. بالعكس، استخدام المضاد الحيوي كإنفكشن كنترول مش مرغوب فيه، ممنوع، أفضل لأنك ما تستخدموش، عشان ده بيسهل أكتر نمو الميكروبات. وكذلك يا دكتور أحمد، ودي برضو الزملاء في الآي سي يو يمكن أنت تفيدنا فيها، اللي هو إن أنا لما أركب لعيان سنترال لاين أو أحطه على الفنتليشن أعمل له كفرنج بالأنتيبيوتيك كبروفلاكسيس. البروفلاكسيس أوف أنتيبيوتيك لا يستخدم إلا في إنديكيشن معين، زي صح. مثلا ما قبل العمليات. ده مايند موجود في أغلب الزملاء في الآي سي يو، نفسي ان هو يتغير، لان هو من احد الاسباب اللي بتزود قوي الريت اوف ام دي ار او، مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم. فعلا يعني دي من ضمن الحاجات اللي لازم يعني الكونسبت يتغير. مفيش بروفلاكتيك انتيبيوتكس الا في سبيسيفيك انديكيشنز، يعني حتى مينيمايزنج از ماتش از يو كان. يعني حتى البري اوبرتيف كان بي 1 دوز، يعني 30 تو 1 اور من 60 مينتس بيفور ذا سكين انسيجن بس، وسبيسيفيك زي مثلا سيفازولين كفرنج الموست جرام بوزيتيف اورجانيزم. لو هايلي سسبيشس للام ار سي يو كان يوز فانكومايز، يعني جاست سنجل دوز. ان سيرتن سيتويشن يو كان يوز لايك وان داي اونلي، لايك مثلا في انترافاسكولار ديفايسز لايك جرافتنج او ان سيرتن سيتويشنز. ف
الحاجه الثانيه اللي بضيفها في الدكتور عبد الرحمن في موضوع اللوكال انتيبيوتكس اللي بيكون ريزيستنس كمان السب ثرابيوتيك دوز بتاعه الانتيبيوتكس، فده بيزود بيكون يعني بيزود فعلا الميدي ار اوز وبيزود الريزيستنس للانتيبيوتكس لما يكون تدي فيري سلو دوز، وده اللي بيعمله فعلا الاوينتمنت او اللي هي اللوكال التوبيكال انتيبيوتكس. ف البروفلاكتيك نوثينج، الفنتليتورز والديفايسز، حتى الميجور سيرجري للنيورو سيرجري مثلا لو كرانيوتومي او كرانيكتومي ايفن، طالما كلين فيلد وثياترز هي دازنت نيد جاست بروفلاكتيك للسكين انسيجن بس. وده يعني في كل اي سي يو بنشتغل فيها نتمنى يكون الكومن براكتس، ف وده فعلا فعلا بيزود الميديا رول. دكتورة نادين، دكتورة هناء، أي إضافات على السيناريو ده before we shift to other scenario؟ يعطيهم العافية الدكاترة كفوا ووفوا، بس كنت حابة أضيف بخصوص الكلوروهكسيدين impregnated dressing. هو فعلا stated في الـ CDC for patient aged 18 and above الكلوروهكسيدين impregnated dressing is advised and show a reduction in catheter associated bloodstream infection for a non-tunneled central venous catheter it's available. وفي الليست الأخيرة اللي تم فيها حصر المستلزمات الطبية الخاصة بالinsertion and dressing of central line كانت موجودة بالأكواد الوزارية اللي هي either transparent dressing with impregnated with chlorhexidine gel، أنا ما أبغى أقول أسماء شركات، أو كانت sponge dressing disc impregnated with chlorhexidine. ويعطيكم العافية. شكرا لكم. Let us shift to third scenario. A 27-year-old man is admitted on 22. استأذنك تخليني أريحك وأقول أنا السيناريو. اتفضل اتفضل دكتور أحمد. الله يغريك. I'd like to present this scenario actually because it is almost, this is a critical ICU patient. We have it always. ده مريض middle age, young age man admitted in 22 of August to medical ICU. He referred from another hospital. The primary diagnosis بتاعه ان هو acute pancreatitis based on alcohol induced. الفيرست سي تي دان شود سيفير بانكرياتيتس، اكيوت سيفير بانكرياتيتس وذ بانكرياتيك انفلاماتوري تشينجز. ذا بيشنت ان فنتليتور ديفيكالت تو بي ويند فور ذات تراكيستومايزد. سو اكيوت بانكرياتيتس كرونيك فنتليتد اولموست فور مور ذان 2 ويكس تراكيستومايزد. اند سنترال لاين انترنال جاجولار ووز بليست ان ذا هوسبيتال. اون داي 10 اوف ادميشن ultrasound guided aspiration pancreatic fluid revealed negative bacterial culture. يعني بعد 10 ايام البانكرياتيك اسبيريت كيم نيجاتيف. بعد 18 يوم من الادميشن repeated CT revealed no change في البانكرياتيتس ولكن في development في الفلويد كولكشن في الابدومين بس. نفس الانفلاماتوري بروسيس موجوده في البانكرياتيتس. يعني on 21st of admission يعني after بعد 3 اسابيع بالظبط the patient taken for OR for pancreatic debridement and displacement of drains حط انتر ابدومينال درينز في البنكرياس. A culture was ordered on the pancreatic fluid later that evening on the same day the patient has spike of fever 38.8. The right IJ line was discontinued based on the clinical signs removed shallow internal jugular اترفع. And the catheter tip in this ICU and the blood specimen two samples for sent for culture. يعني في اليوم ال 21 الفبرايل البيشنت بقى صار فبرايل واخدوا ريموفد السنترال لاين اللي كان موجود في نفس اليوم واخدوا كالتشر للكاثتر تيب وكالتشر للبريفرال تو بريفرال لاينز. Two days after يعني in day 23 الكالتشر كيم البنكرياتيك فلويد من الدرين نو جروث. الكاستر تيب كيم less than 15 colony per ml of enterococcus species.
البلاد كالتشر التو بلاد كالتشر كيم بوزيتيف فور انديوكوكس فيكاليس. يبقى ابسط الامور تاني، اكيوت بانكرياتايتس الكحوليك كرونيك فنتيليتد تراكيوس. الصوت مش واضح، الصوت واضح ولا مش واضح؟ احنا عندنا واضح. واضح. اوكي. فسيمبلي اكيوت بانكرياتايتس كيس كرونيك فنتيليتد تراكيوستومايزد في اليوم ال21 حصل له فيفر و اتاخد سامبلز من البنكرياتيك فلويد من الدرين واتاخد تو كالتشر سامبلز وريموف السنترال لاين والكاثر تيب سنت فور كالتشر. الريزلت ظهر بعد يومين، البنكرياتيك فلويد نو جروس، الكاثر تيب انتيروكوكس بيسز بس ليس ذان 15 كولوني، التو سيتس اوف ذا كالتشر كيم بوزيتيف فور انتيروكوكس فيكالس. There is no respiratory symptoms and signs, nothing related to the pneumonia. The first question. We can have next slide. This is MCQ, so you can answer in the chat room. Does this patient have healthcare associated infection? Number A, no, he doesn't have, like these organisms are contaminants. The Enterococcus faecalis contamination. B, yes, because there is an intra-abdominal infection with secondary intra-abdominal bloodstream infection. C, yes, he has CLABSI. Based on what? Blood culture and the catheter tip grow the same organism. D, yes, CLABSI because the blood culture are positive for pathogens in Enterococcus faecalis and there is no evidence of infection at another site and the patient had a central line in place. Right, so I'm waiting for your answer. MashaAllah, I can see all of them answering right. I'm so proud, Saraha. Yes, thank you so much, Dr. Hanan. I think يعني all of them حافظوا فعلا فعلا الكليبسي والديفينيشن بتاع الكليبسي. طبعا مجهود شاكر مجهود منكم كبير ما شاء الله. طيب اجري لو احنا كده يعني فسرنا يعني ناخد باي اكسكلوجن حتى يعني A not right لأن مش contaminant Enterococcus faecalis وطالعة من two catheter من two bloodstream infections من two يعني peripheral lines ومن catheter tip فأكيد مش contamination فA absolutely wrong. طيب B ليه B مش صح؟ ليه هو مش secondary bloodstream infection؟ وده طبعا concept يعني أعتقد يعني حتى الانتنسيفست يعني محتاجين يعرفوه. ان البنكرياتيتس نو ايفيدنس انه انفكشوس بروسيس يعني حتى في الجايد لاينز بيقولوا يعني دازنت نيد تو ستارت انتي بايوتيك للبنكرياتيتس الا اذا لو في كولكشن او الدياجنوزس نوت كونفيرمد او في ساينز اوف انفكشن في العيان. ف وكمان بنضيف على كده ان الجروث ما طلعش حتى من الدرين بتاعه البنكرياتيتس لما عملوا درينج للتابنج للابدومين فما طلعش، طلع نيجاتيف جروث نيجاتيف بنكرياتيتس فما اعتبرش سكند بلاستيم انفكشن. طب ينقص السي والدي. السي الاثنين مشخصين كلابسي واضح ولكن السي بيعتمد على الكاثر تيب انها طلع فيها نفس الاورجانيزم. اعتقد بقى يعني ناخد الكومنتس على الكاثر تيب انا هديكم بس من الدكاتره الموجودين زمايلنا. الكاثر تيب يعني انا مش عايز اقول انها برضو ستيل كومنلي يوزد في معظم في الاي سي يوز وانا بشوف فيها لسه براكتسنج ان اي سنتر لاين بيتشال بيبعتوا كاثر تيب فور كالتشرز. فاحب اسمع طيب من الدكاتره دكتور هناء ودكتور نديم ودكتور حنان ودكتور عبد الرحمن على الكاثر تيب ان ستيل كومونلي براكتس في الاي سي يوز. كليرلي ريتن في الان اتش اس ان والام او اتش جايد لاين انه ويل نوت ديبند على الكالتشرز اللي طالعه من الكاثر تيب. ممتاز يعني كديفينيشن از اوت اوف ديفينيشن اوف ذا كلابسي.
طب بس هو في نقطة دايما كلينيشنز، هل ليها كلينيكال يعني امبريشن او تدي فكرة؟ لان فعلا دي ار كومنلي يوزد يعني باي ديفولت، حتى يعني انا شفت اي سيوز شغالين في مناطق طرفية شوية باي ديفولت، من غير حتى ما يتكتب اوردر، من غير ما يتعمل اي شيء، اي سنتر لاين بيتشال يبعته كاثر تم. ف اما دي طبعا الدكتور هناء ان هو نوت ريكومندد، نوت هاز تو بي نوت كومنلي براكتسنج، we will not add in the surveillance any thing for the definition or for the recognition of the CLABSI. كويس. طب هل معنى كده ان we don't need to send it دكتور عبد الرحمن مثلا؟ ايوه شوف النقطه طبعا مهمه جدا 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 حضرتك اثرتها، وتفضلت الدكتوره هناء طبعا بان هي اوضحت ان ككيس ديفينيشن انا لا استطيع ابدا باي حال من الاحوال الاعتماد على الكاثيتر تيب ككيس ديفينيشن. طب كلينيكالي يمكن بتوع المايكروبيولوجي يتكلموا فيها اكتر وانا اوضح لك ديت لاني مايكروبيولوجيست. شوف المشكله في الكاثيتر تيب ان احيانا بعض الميكروبات ممكن تتكون على اليومن بتاع الكاثيتر وتعمل ما توصلش للدم، يعني لا تصل الى الدم، او يتم الاستغناء عنها قبل الوصول الميكروب ده للدم، وبالتالي ده يعتبر كونتامينيشن. طيب امتى انا ممكن اعتمد عليها كعدوى؟ ماليش دعوه بالكيس ديفينيشن، انا بره الكيس ديفينيشن، انا بتكلم كلينيكالي. انا دلوقتي بعيد تماما عن الكيس ديفينيشن بتاعت الكلابسي، انا بتكلم كلينيكالي. انا اعتمد عليها امتى؟ اذا كان عندي ساينز اوف انفكشن، يعني العيان فيفرش والحراره ما بتنزلش، او انا بدي مضاد حيوي ومش مستجيب المريض لنقص الحراره، وبعدين عملت اخدت بلاد كالشر. الصح في البلاد عشان تعمل بلاد كالشر الصح انك تاخد بريفرال، ده حتى في المايكروبيولوجي تاخد بريفرال سامبل. فظهر الميكروب ونفس الميكروب ظهر على الكاثيتر تيب، في الحاله ديت انا ممكن اجايد الكاثيتر تيب على الاقل في الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي، يعني ادي المضاد الحيوي اللي سنسيتيف في الاثنين لو كان نفس الميكروب، اشوف ايه المضاد الحيوي السنسيتيف في العينتين واشتغل عليه، هيكون الاستجابه افضل. يا رب بس تكون اجابتي واضحه. انا بتكلم براكتيكالي بعيدا تماما عن الكيس ديفينيشن بتاع السنترال لاين او السنترال لاين اسوشيت. السنترال لاين لازم يكون التعريف معروف، لازم تكون العينه بريفرالي واحده تكفي اذا كان الميكروب مش من البكتيريا الفلورا بتاع السكن، واثنين اذا كان بكتيريا الفلورا بتاع السكن. واضحه دي؟ لكن انا بكلمك عن الكاثيتر تيب دورها ممكن يبقى ايه. في بعض الناس بتستخدمها في الريسيرش انها تعرف ايه الكومن اورجانيزم اللي ممكن تعمل كونتامينيشن في الكاثيتر تيب، وبالتالي في المستشفى عندهم مثلا، وبالتالي يعرفهم بعض الانديكيشن عن المشاكل بتاعه الانفكشن كنترول اللي ممكن تكون سبب في نمو هذا الميكروب على الكاثيتر تيب في الاي سي يو دي على سبيل المثال. دي بالظبط الاستخدامات اللي هي ممكن تستخدم. لا يا دكتور عبد الرحمن، يعني انا فعلا بشكرك جدا على التوضيح، لان انا يعني انا لما بقول الكلام ده عندنا في الاي سي يو بتكون الامور يعني نوت اكسبتد صراحه. لكن انا قصدت ان انا اثير نقطه الكاثيتر تيب، هل ليها كلينيكال امبريشن او ليها كلينيكال والبينفيت. فالكلام الانسر كان واضح جدا جدا من حضرتك، وده من ضمن زي ما قلت من الاول من ضمن الحاجات المهمه جدا في الكورس، ان احنا نقرب الجاب اللي ما بين الكلينيشنز والسيرفيلانس او الانفكشن كنترول تيم. يعني على سبيل المثال مش عايز اقول لك جريمه عندنا في الاي سي يو ان تبعت الكاثيتر تيب، ما هي المفروض ما تكونش جريمه يعني خبر حضرتك، وده من انفكشن كنترول، لان هما الامور واضحه كونسيرنينج اباوت الديفينيشنز ويتش از كليرلي الكاثيتر تيب نوت ان، ده شيء واضح تماما وغير متفق عليه. ولكن لما كلينيشن يبعت كاثيتر تيب فور انذر ريزون زي ما حضرتك وضحت بالظبط، يا اما ساينز وسيمتوم انفكشن نوت كلير والعيان على انتي بايوتكس ونيد تو فوكس على الكالتشر، ممكن تكون كولونيزيشنز بس ستيل جايد فور هيم تو مانج ان ساتش سيتويشنز وريسيرش فور بيربز وبروفين. فيعني ارجو ان ما تتخدش في وده واضح طبعا متفقين عليه، ما تتخدش في الديفينيشن او في سيرفيلانس، لكن تو كيب ات ا ليتل يعني روم او ويندو فور ذا كلينيشن تو ديل وذ ات، ما تكونش ستاندرد في الديفينيشن، ولكن تو بي فور كلينيشن تو بي يوزد ان سيرتن سيتويشنز نوت ات اول.
فالاكستريمز نوت اكسبتد يعني لا تتاخد في ديفينيشن ولا تتمنع نهائي نوت اكسبتد ان بتوين اي ثينك اتس بي فيري جود. فشكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن. دكتورة هناء اي اضافه؟ دكتورة نادين يعطيكم العافيه يا رب. بس كان عندي اضافه بسيطه عشان تو دايجنوز الكيس ان ذس كيس سيناريو مور اكوريتلي. بس حاضيف انه السنترال لاين ستيل central line in place or present at the date before the date of event. يعني في الكيس هذه تبعتنا زي ما لاحظنا انه في 21st of day of admissions ال central line removed, وفي نفس اليوم كان عندي positive blood cultures. ففي يوم 21 of day of admissions ال central line removed, لكن موجود في اليوم اللي قبله. فأنا I can depend عليها وستيل هي الدياجنوز الصحيح related to the central line. زي ما قلنا يعني عندي 2 شرطين, ممتاز على اللي قبله ممتاز, either إنه يكون still present في date of event اللي هو في اليوم 21 أو date of event بيكون day before زي في هذه الحالة. تمام؟ انا حضرتك وضحتي في السؤال اللي فات فعلا السكيم بالضبط. شكرا جزيلا برضو. السكيم اللي حضرتك قلتيه بالضبط, هل ده سنترال لاين؟ يس سنترال لاين. هاو تو دايجنوز وذ داي, وشرحت الايه بالتفصيل. فانا يعني فعلا كان فيري فيري كلير صراحه السكيم اللي حضرتك اخذتيه او الالجوريثم تو دايجنوز ذا كلابسي. شكرا يعطيك العافيه دكتور. طيب سكند كويشن. طيب ليت اس سي اف ذيس بيشنت didnt have fever during the course of his illness, does this finding in microbiology support change your assessment للكلابسي؟ يعني لو المريض ده في اليوم ال21 ما فيش فيبر ولكن كل الكالتشرز as it is, هل تغير الاسسمنت بتاعك على انها كلابسي؟ yes or no. يا اما سؤال سهل يا اما ما شاء الله كلهم نقفل ونمشي بقى. بالضبط ما شاء الله يعني كلهم حافظ يا دكتورة حنان والله. الحمد لله الحمد لله. Thank you so much. أعتقد دكتورة نادين أوضحت من شوية موضوع الفيبر والسيمتومز والساينز and does it need for this patient to be collapse if you have two peripheral blood cultures positive for the same organism. Thank you so much. في أي comments من الدكتورة حنان أو الدكاترة الموجودين؟ هو بس في سؤال واحد من الزملاء طرحه أنا شفته في الشات وحابب إن أنا أرد عليه يا دكتور. كان في واحد كتب بما إن السنترال لاين بتعتبر كماينور أوبريشن ليه ما نديش السيفازولين كبروفلاكتيك قبل الإنسيرشن؟ فهو أنا عايز أوضح له إن الأنتي بايوتيك اللي بيتدخل قبل الأوبريشن أكوردنج غالبا بيبقى أكوردنج التايب أوف أوبريشن, عشان كده بيحددوا نوعه والطايم اللي بيتاخد قبله. لان بعض العمليات اللي هي بنسميها كلين كونتامينت اللي هي بتبقى في اماكن زي الجي اي تي مثلا او الابر ريسبيراتوري تراكت, الاماكن دي بتبقى كونتامينيتد ببكتيريا الفلورا داخليه داخل الاورجن, فصعب جدا انك انت تزيلها, فبنعطي مضاد حيوي بروفلاكتيك. لكن في حاله الانسرشن اوف سنترال لاين انا داخل على بلاد فيزل, وبالتالي الدم زي ما احنا اتفقنا ان هو من الاعضاء المعقمة, يعني هو اصلا ما فيش فيه اي كونتامينيشن, والجزء الوحيد اللي فيه بكتيريا الفلورا في منطقة الدخول من اول دخول السنترال لاين حتى وصول البلاد فيزلز هو السكن. طب انت عملت ايه في السكن؟ انت عملت اللي افضل من المضاد الحيوي وهو السكن بريباريشن بالكلوركسيدين او الكلوركسيدين وذ الكحول, وبالتالي انت قتلت الميكروبات اللي وارد انها تكون سبب للوصول الى البلاد فيزلز, عشان كده انت مش محتاج نهائيا الى استخدام مضاد حيوي. انا بس حبيتها لان السؤال كان كويس جدا فحبيت ان السؤال ده حلو جدا دكتور رحمان والله, يعني اللي سأله صراحه يعني بيفكر كويس جدا فعلا يعني. بس خلينا نقول برضه انك انا ما اعرفش انا يعني الايفيدنس بتاعها, بس اقدر اقول يعني انت لما بتدي بري اوبرتيف بروفلاكتيك انتي بايوتكس للسكن انسيشن في الاو ار, لو بنفترض سكن حتى نيوروسيرجي مثلا هيعمل كرانيكتومي ولارج وميجور اوبريشن, فهو بيدي بس السيفازولين للكفرنج جرام بوست لان الانسيشن بيكون لونج. يعني الانسيشن بيختلف عنك انت بتعمل بانتشر بنيدل, وطبعا نفس البريكوشنز السكن كونتامينيشن دي كونتامينيشنز بيتعمل في الاو ار.
رغم ان انا بشوف الوقت كلهم بيعملوا بالبوفيدين ايودين يعني معظمهم حاليا حتى الان، واتمنى يكون برضه هم عندهم نفس، بس ده عشان سكيل انفكشن يعني. لكن فعلا الانسيشن بيكون لونج، وطالما بنتكلم في السكين بتتكلم في الجرام بوزيتيف. لكن مثلا لما تيجي تعمل اوبريشن انترا ابدومينال او تفتح انتستين بتدي، يحتاج تدي معاها يعني مثلا سي كفرنج سم اوف ذا جرام نيجاتيف او ريتيرو كوكس عشان تو كفر بوث اوف ذيم بري اوبرتيف. فهل ممكن يكون الجاست البانكشر مع دي كونتامينيشن بالسكين بالكلوريكس دين اتز يعني فيري انلايكلي ان هو يخش يجي له انفكشن من السكين فلورا راذر ذان لما يكون لونج انسيجن لاي او ار او اي ووند بتفتح؟ هو كلام حضرتك مظبوط، لان حتى الكلاسيفيكيشن اوف ريسكي اوف اوبريشن اللي هي الاسا كلاسيفيكيشن بتحدد التايم، واحد من الحاجات اللي بتزود الريسك اوف انفكشن. يعني التايم بتاع العمليه برضو واحد من الحاجات اللي بتزود الريسك اوف انفكشن، وده برضو سبب من اسباب ان هم بياخدوا الانتبيوتيك وروفلاكتيك حتى في الكلين اوبريشن زي الكرينيتون اللي حضرتك اتفضلت له. صحيح 100%. شكرا جزيلا. Let us go to the scenario 4. Clabsy is suspected in a patient with coagulase negative staph. ICB is confused whether to include it as HAI or not. سمعتوني يا جماعة؟ دكتورة نادين, what's your opinion about the answer? Please comment on the answer. طيب نشوف كده في الشات, الأغلب مجاوب بي اللي هي أول واحدة. A specimen of blood taken early morning is enough to label it as HAI. طبعاً it's not related at all to our definition or requirement. Two blood specimen should be drawn for consecutive day. طبعاً ليش اخترنا two samples؟ لأنه إذا ركزنا على type of microorganism coagulase negative staff, وغالبا يكون معني بي من اللاب staff epidermidis which is a contaminant, so to meet the criteria of LCBI 2 we need a 2 blood sample. طيب انا حابه اكثر to elaborate more على على ال blood specimen collection من وجهه نظر surveillance او infection control perspective. يمكن في الـ clinical lines أكثر بيوضحوا إنه إحنا we need aerobic and anaerobic. بعض الجايدلاينز بتقول one peripheral one central or من central line. في الـ infection control guidelines أو في surveillance criteria we just care if it is recognized pathogen, one blood sample is enough, and if it is a skin or contaminant we need two or more blood specimen drawn from or on separated occasion. هذه النقطة اللي أنا حابة أوضحها. يعني إيش two separated occasion؟ الأولى الشيء الأول إنه two samples were collected on the same day or a two consecutive calendar day. هذه النقطة الأولى. يا إما تأخذوا في نفس اليوم بس في فرصتين منفصلة أو في يومين تالية. طيب الشرط الثاني اللي لابد من تحققه إذا كانت اتخذت العينة في نفس اليوم لابد أنها تكون بتحضير مختلف. يعني السكن بريبريشن لابد أن يكون مختلف, سواء اتخذت تو بريفرال كولتشرز أو واحدة سنترال واحدة بريفرال أو تو سنترال من تو ديفرنت بورتس وذ ديفرنت بريبريشن. هذه النقطة جدا جدا هامة إنه أنا أحرص أن تكون two or more إذا كان contaminant microorganism in two separated occasions. فالإجابة الصحيحة في هذا السؤال راح تكون B. وإذا كان للزملاء أي إضافة أتمنى مشاركتنا. أي إضافات دكتور أحمد, دكتور عبد الرحمن, دكتور هناء؟ والله انا شايف ان الدكتوره وضحت جدا, بس هو عشان بعض الناس سالهم هل في امكانيه ان احنا ناخد عينه سنترال وعينه بريفرال, فانا باكد الدكتوره نادين وضحتها بس انا باكدها تاني. طبعا ينفع, خصوصا لو كان الميكروب زي ما تفضلت الدكتوره من البكتيريا الفلورا
اللي موجوده على السكرين، فينفع تاخد من السنتر بس في بريكوشن طبعا، وفي خطوات معينه وعينه من السنترال وعينه من البريفرال. شكرا على التوضيح يا دكتور. العفو، يعطيكم العافية. بس كمان في نقطة تانية كنت حابة أضيفها، إنه to take care not to take a sample، أو حتى لو اتاخذت السامبل من ال central line، الفرصة of more contaminated sample is higher rather than the peripheral. كل ال positive culture سواء كانت من central أو peripheral أو peripheral it should be considered in our surveillance. يعطيكم العافية. دكتورة نادين، هل في بعد إذن حضرتك يعني هل في فرصة للcentral line aspirate أو لما ناخد sample يتسحب الأول almost like 10 or 20 centimeter as a flush then sample will be taken؟ هل تقلل شوية colonization أو contamination؟ في الحقيقه من وجهه نظر السيرفيلانس او في السيرفيلانس جايد لاينز يمكن ما هي موضحه بهذه الديتيلز، انه if I aspirate or flush، لكن usually it's recommended حتى في الكلينيكال جايد لاينز to do a flushing and aspirate to check the patency of the central line itself حتى before giving a medication or before drawing a blood. It's well stated إنه specimen if it is taken from central line the chance of getting contaminated sample is higher. Maybe this is one cause لأنه غالبا tube out of the line يعني ممكن يكون فرصة contamination فيه عالية، عشان كده بعض ال guidelines خاصة الكلينيكال تفضل إنه تكون two samples one peripheral and one central. لكن من وجهة نظر السيرفيلانس أي blood culture positive لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار بغض النظر هي central أو peripheral. لكن الشيء المهم اللي أنا أحب أكد عليه، سواء كانت اتخذت العينة central أو peripheral it should be considered. This is one. Two, if it is unrecognized pathogen or contaminant, two or more blood samples should be taken to confirm the diagnosis, of course with the sign and symptoms. بالإضافة إنها it should be taken with two preparation or in two separate occasion. وضحنا المعني بالtwo separate occasion. يعطيكم العافية. شكرا لك ترانيدي. Second question, all of the following are correct regarding timing of obtaining blood culture except. هي نفس البوينت بس يعني للتأكيد. أظن ما أخدوش بالهم من الإكسبت اللي في السؤال. طيب إني كومنت الدكتور عبد الرحمن، الدكتور أحمد، الدكتورة هناء، الدكتورة نادين. بس أنا كومنت على حاجة يعني أدمنستريتيف، هو فعلا الإكسبت يعني في الاسئله في الام سي كيوز يعني حاليا اولموست يعني لا تفضل عشان المس اندرستاندينج اللي بيحصل فعلا فيه. صحيح صحيح. اوكي بس ما في المعنى هذا الوقت من الـ من الـ من اليوم يا دكتور، من اليوم والله اخر اليوم فعلا. طيب last question, in this scenario all of the following are correct regarding obtaining blood culture for diagnosis of CLABSI acceptable. بس هم ما ياخذوا بالهم المرة دي. واضح انه اخذوا بالهم من الاكسبت في هذا السؤال. طيب any comment related to this question because I think blood culture discussed in detail. So we can shift to the last scenario. Like last case. Case 5. On 3rd of February, Mr. Ahmed was admitted to medical ICU after a heart attack. On the 4th February, central line was placed in medical ICU. On 7th of February, blood culture was collected due to fever and chill. Culture positive for Serratia marcescens. No other source of infection was identified.
يوم 3 مستر احمد دخل الميديكال اي سي يو افتر هارت اتاك. في 4 فبراير سنترال لاين ووز بليسد ان ميديكال اي سي يو. في 7 فبراير بلاد كالشر ووز كولكتد نتيجه لفيفر اند شل. كالشر بوزيتيف فور سيريشيا. نو اذر سورس اوف انفكشن ووز ايدنتيفايد. سو از ذس لابوراتوري كونفيرمد بلاد ستريم انفكشن فور مستر احمد؟ بليز شير. دكتوره نادين واتس يور كومنت؟ دكتوره نادين، دكتوره نادين الصوت واضح ولا في مشكله؟ واضح يا دكتوره. دكتوره نادين معانا؟ طيب دكتوره هناء اعتقد ممكن نستمعنا. دكتوره نادين، دكتوره هناء ممكن بليز كومنت اون ذيس سيناريو؟ طيب البيشنت زي ما قلنا ادميتد في الثيرد داي، في الفورث داي السنترال لاين انسرتد، وفي اليوم يوم 7 هي ديفلوب بوزيتيف بلاد كلتشرز ريكوجنايزد باثوجين وما عندي اذر سايت اوف انفكشنز. هسال نفسي نفس الخطوات، هل السنترال لاين هذا اليجيبل ولا لا؟ يس. بعد كده هل هو انسرتد مور ذان 2 كالندر داي؟ يس هو انسرتد في اليوم اليوم 4 والبوزيتيف بلاد كلتشر كان في اليوم 7 يعني مور ذان 2 كالندر داي. هل السنترال لاين هذا ستيل انسرتد في الديت اوف ايفنت؟ Yes, still inserted. طيب هل organisms تبعي recognized pathogen ولا common commensal؟ recognized pathogen وحتاج one positive blood cultures so I can diagnose central line associated blood stream infection LCB1. طيب what is the date of event؟ طيب نعرف تاني الـ date of event. إيش هو الـ date of event؟ طبعاً most of the answers كانت 7، في answers 6 وفي answers 4. 4 عدية كده كانت 6. في 6 وفي 4. عايزين نوقف. طيب بالنسبة للـ date of event هي الـ first element. أول كريتيريا بتظهر عندي بالترتيب التواريخ. ممكن تكون sign and symptoms وممكن تكون lab investigations، ممكن تكون radiological investigation. في حالة الكلابسي ال blood cultures هي ال diagnostic test عندي، بس مو بالضروري تكون هي date of event. ممكن يكون عندي fever, chills or hypotensions. أي واحد من الأعراض هذه تيجي بتاريخ بترتيب التواريخ هي الأول، هو اللي أنا بعتبره date of event. الـ date of event هو الـ first element وضروري جداً جداً أحسبه صح، لأني بأحسب أشياء أخرى عليه. زي ما قلنا بنحسب الـ هل الـ infection هذا present on admission or health acquired infections، بحسب من خلاله الـ repeat infection time frame. السكندري بلاد اتريبيوشن سبير، فضروري جدا احسب الديت اوف ايفنت كويس. زي ما قلنا هو الفيرست اليمنت، اول كرايتيريا تظهر عندي بترتيب التواريخ في الانفكشن ويندو بيريود بيكون هو هذا الديت اوف ايفنت. واضح؟ فالديت اوف ايفنت هنا عندي كان يوم 7 فبراير. طيب لو طلبنا الانفكشن ويندو بيريود هتكون ايه؟ انفكشن ويندو بيريود. طيب عشان افكركم انا قبل ما تحسبوا الانفكشن ويندو بيريود، زي ما قلنا الانفكشن ويندو بيريود بنحسبها من الدياجنوستيك تيست. في الكلابسي الدياجنوستيك تيست هو البوزيتيف بلاد كلتشرز، وبنحسب 3 دايز بيفور و 3 دايز افتر. الدياجنوستيك تيست كان عندي يوم 7، فالإنفكشن ويندو بيريد إتس بيريد، ما حتكون تاريخ، حتكون فترة من إلى. فهنا الفترة حتكون من إلى إيش؟ ممتاز، من 4 إلى 10 فبراير. كل الساين والسيمتومز should happen within the infection window period. ممتاز.
Can we go to the other questions, دكتورة؟ لو سألنا على the repeated infection time frame نحسبها إزاي وكم المدة بتاعتها ال time frame ده؟ طيب the time frame قلنا the repeat infection time frame إني I cannot diagnose more than one infection from the same type. يعني ما أقدر أشخص two clapsy في the 14 days, two cowty في the 14 days. Only I can report only one type of infection. Yes, it's a 14 days. بحسبها من the date of event اللي هو من يوم 7 وبحسب 14 يوم. 14 يوم لازم I should specify. 14 يوم تبدأ من the date of event اللي هو يوم 7 فبراير. The date of event هو الوحيد اللي يكون تاريخ. لكن الانفكشن ويندو بيريود ريبيت انفكشن تايم فريم السكندري بلاد اتريبيوشنز بيريود بتكون فتره من تاريخ الى تاريخ. طيب الهيلث اكوايرد انفكشنز ال سي بي 1 زي ما قلنا واتريبيوتد تو ميديكال اي سي يو الديت اوف ايفنت بيكون 7 فبراير والانفكشن ويندو بيريود زي ما جاوبتوا صحيح من 4 الى 10 فبراير الريبيت انفكشن تايم فريم من يوم 7 الى يوم 20 واتس لاين سنترال لاين اسوشييتد بلاد ستريم انفكشن ليه لانه سنترال لاين انسرتد فور مور ذان 2 كالندر داي وستيل بريزنت في الديت اوف ايفنت اي ثينك ذيس از ذا لاست سيناريو. شكرا جزيلا لجميع الحضور, شكرا للمحاضرين, احب اشكر جميع المحاضرين المشاركين في البرنامج بتاعنا على المعلومات السرية والرائعة اللي غطت الموضوع بشكل رائع من جميع الجوانب. اشكر الحضور نظر لتفاعلهم ومشاركتهم وحرصهم على التواجد والمشاركة. اتمنى من الجميع ان شاء الله بنهاية اليوم ان هو يشارك في البوست تيست ويشارك في الإيفاليويشن للبرنامج اللي بيساعدنا كتير في تطوير البرامج القادمة بإذن الله. At the end, I would like to thank you all. Thank you, speaker, for valuable information regarding CLABSI that cover the program, cover CLABSI topic from different aspects. Thank you all attendant for excellent participation and their willing to learn and share in the program. Thank you all, and I hope to see you later in the coming course. Before you leave, please share in the post-test and evaluation of the program. Your feedback is highly appreciated and will help us to upgrade our coming course, inshallah. Good evening, and see you later, inshallah, in the coming course. Now I will share the post-test and evaluation form in the chat. Please, everyone, share in the post-test and evaluation. Dr. Hanan. أيوة دكتورة هنان تفضل. Special thanks for دكتورة حنان يعطيها العافية. كانت يعني ال good organizing member, ومن غيرك ما كنا نقدر. نقدم المستوى هذا. الجندي المجهول أستاذ عبد الله يعطيكم العافية جميعا, شكرا لكم ويعطيكم العافية ومساء سعيد إن شاء الله. شكرا لك دكتورة هناء, شكرا لكم جميعا, أسريتوا البرنامج ما شاء الله بعلمكم, ربنا يبارك في علمكم يا رب. أحب أشكر صراحة يعني شكرا جزيلا على الدعوة الأول يعني ولكل التيم. أنا سعيد جدا بكم معرفة كل السبيكرز وصراحة الحضور رائع والمشاركة فعلا فعالة وما شاء الله. وأنا يعني من أهم الحاجات اللي استفدتها إن فعلا تيم وورك وي كان دو إت يعني إن شاء الله, وسونر وي ويل هاف ذا ريت أوف 0.9 إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم, شكرا صراحة حنان, شكرا للجميع. شكرا لكل الزملاء اللي شاركوا في البرنامج سواء الحضور أو الزملاء المحاضرين. فعلا دي واحدة من الدورات اللي كل الناس استفادت منها, أرجو أنها تكون في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله, وعلى رأسهم الدكتورة حنان اللي بذلت مجهود رائع يعني ربنا يبارك فيها, والأستاذ عبد الله والإدارة العامة عموما كل ما تقوم به الفترة الأخيرة بصراحة من الحاجات اللي تشكر عليها جدا جدا في نشر الوعي والبرامج اللي بتتبناها. وكلمتي الأخيرة لكل الزملاء وخصوصا العاملين في مجال مكافحة العدوى أن يعرفوا أهمية تطبيق هذا البرنامج في
الوصول للحد الأقل في العدوى إن شاء الله. والأهم من الأرقام هو إن إحنا بنقدم حماية للمرضى بتوع الاي سي يو من مرض قد يؤدي إلى الوفاة. من أكثر أسباب الوفيات في الاي سي يو هي عدوى مجرى الدم المصاحبة لتركيب القسطرة المركزية. فلازم الهدف ده يكون دايما في راسنا أهم حتى من الأرقام، وهو إن إحنا ننقذ المرضى دول من أن يتوفوا بسبب حاجة في إيدينا إن إحنا بإذن الله وبعونه إن إحنا نمنح. وشكرا جزيلا للجميع.